السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. اليوم إن شاء الله أنا رايح أقدم لكم اختبار الفصل الأول في مادة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي. نقرأ لكم النص نفهمه لكم مليح ومن بعد نروحوا إلى الأسئلة. كنت حابة لو كان نقرأ لكم النص نفهمه لكم ومن بعد نقرأ لكم الأسئلة، نخلي لكم الوقت تحلوهم باش أبخي نروحوا نحلوه كيف كيف. بصح مع الاسف كنت حليت ديجا على السوجي، عندي بزاف من اللي حليته وانا مخلياته مجداته، ما كانش برك عندي الوقت باش نديره لكم. اذا انا رايحين نجاوبوا عليه مباشره. اذا هيا نقراوه مع بعض. مون كارتي، مون كارتي معناتها الحي تاعي. بونجور يعني صباح الخير. جو مابيل ماسينيسا، جو مابيل وسمني ماسينيسا. جابيت دون اون بوتيت ميزون، نسكن في بيت صغير. جابيت يعني نسكن، دون اون بوتيت ميزون يعني في بيت صغير، ميزون يعني بيت ولا منزل. دون ان كارتي تري بروبر، في حي نظيف يعني نظيف بزاف، تري بروبر يعني بزاف نقي. لا فاساد دو ما ميزون اي فيوليت، لا فاساد معناتها كي لي الواجهه تاع لا ميزون يعني تاع المنزل تاعي، اي فيوليت معناتها بنفسجيه. Les fenêtres sont bleues, يعني التواقي. Les fenêtres هي التواقي، النوافذ. Sont bleues يعني زروقة. Et la porte est marron، قالك والباب بنية. La porte يعني الباب، marron يعني اللون بني، بنية. La cheminée est rouge، la cheminée هي هذيك اللي تجي فوق البيت ويخرج منها الدخان، الدخان تعرفوها على cheminée، ومن بعد تشوفوها نوريها لكم شنو هي. Est rouge. Et le toit est vert، والسقف تاع الدار هذيك اي فير يعني اخضر. ما ميزون سو تروف بري دو لا بوست، يعني المنزل تاعي جاي قريب على لا بوست. لا بوست شنو هو؟ البريد. لا بوست بوستا، ما بيش كيش يقولوا لها بالعربيه لا بوست، البوستا. با لوان دو ليكول، يعني ماشي بعيده على ليكول، يعني ماشي بعيده على المدرسه. نعاود نقرا لكم النص. Bonjour, je m'appelle Massinissa. J'habite dans une petite maison dans un quartier très propre. La façade de ma maison est violette. Les fenêtres sont bleues et la porte est marron. La cheminée est rouge et le toit est vert. Ma maison se trouve près de la poste, pas loin de l'école. واش راكم تلاحظوا في هذا النص؟ قال اسمو ومن بعد قال بلي يسكن في منزل في حومه نقيه، ومن بعد بدا يوصف المنزل تاعو وكيفاش الالوان تاعو الى اخره. نروحوا الان الى الاسئله. او ابيت ما سينيسا، يعني وين يسكن ما سينيسا؟ نروحوا الى النص. بونجور جو مابيل ما سينيسا. جابيت، او ابيت هايليك، جابيت نسكن dans une petite maison، يسكن في منزل صغير. تقدروا تكملوا dans un quartier très propre. إذا ما سينيسا habite dans une petite maison. Où se trouve sa maison؟ où se trouve sa maison؟ sa maison se trouve. إذا قال où se trouve sa maison؟ تروحوا شوفوا هادوما كلي كلمات مفتاحية. Où se trouve، هيا روحوا حوسوا على هاد لو مو سو تروفي ولا سو تروف ولا. تروحوا الى النص. بونجور جو مابيل ماسينيسا، جابيت دون اون بوتيت ميزون دون ان كارتي تري بروبر. لا فاساد دو ما ميزون اي فيوليت، لي فينيتر سون بلو اي لا بورت اي مارون. لا شيميني اي روج اي لو توا اي فير. ما ميزون سو تروف، سو تروف، سو تروف، هايليك سو تروف، سؤال سو تروف في النص. سو تروف بري دو لا بوست، pas loin de l'école. المنزل تاعو يتواجد قريب على لا بوست، يعني قلت لكم البوستا، وماشي بعيد على ليكول، يعني ماشي بعيد على المدرسه. اذا الجواب sa maison se trouve près de la poste pas loin de l'école. Lis le texte puis complète le tableau. Nom singulier، nom singulier يعني اسم في المفرد. école، جبناهم من النص. l'école، نون بلوريال في الجمع. لي فونتر، نون بروبر يعني تاع واحد، تاع كاش واحد، ديالو، ديالو وحدو يعني تاعو وحدو. ما سينيسا، نون كومان لا بوست، نون كومان
دوك دقيقه نفهمكم بسرعه وشنو لو نون بروبر ولو نون كومون. اذا يا تلاميذ نعطيكم مثال بسيط تفهموا به وشنو هو لو نون كومون اي لو نون بروبر. مانيش راح ندير لكم درس، جوست مثال باش تعرفوا برك كيفاش تفرقوا به. لو نون، نبداو بلو نون كومون. لو نون كومون هو عباره عن اسم يشترك في بزاف ناس. مثلا نشرح لكم بالعربيه، مثلا يجب على الامهات رعايه ابنائهم. مثلا نعطوا مثال، هذيك الامهات يشتركوا فيها كامل الامهات، اذا سي نون كومون. نقولوا لي ميدسا بالعربيه، قلت لكم نقول لكم الوغ، يجب على الاطباء ان يهتموا ب هذا المريض. مثلا يجب على الاطباء ان يهتموا بهذا المريض، الاطباء يشتركوا فيها كامل الاطباء. تقولوا الحيوانات الأليفة، لدي الحيوانات الأليفة هي حيوانات يمكن ما باليش، المهم تهدروا زعما على الحيوانات اون جينيرال ولا الحيوانات الأليفة. هذيك تانيك سي نون كوما، يشتركوا فيه كامل الحيوانات الأليفة. بالفرنسية تقولوا لو غارسون، مثلا الطفل ولا لي غارسون. لي في لي مامون، واش تعنيك لي دكتور، تقدروا تقولوها بلا بلي بلو. المهم تبدا بان ديتيرمينون، ان ديتيرمينون كيما لو لا لي ان اون دي. هذا هو لو نون كومون. اولا يبدا بان ديتيرمينون ويشترك في مجموعة معينة من الأشخاص، ولا كي نكونوا على الحيوانات الحيوانات إلى آخره، يشتركوا فيه بزاف أشخاص. ولا كذلك اسم شيء، طاولة، طاولة ما كاش طاولة واحدة واسمها واسمها هي برك طاولة، لا لا، كي نقولوا طاولة تقدر تكون الطاولة اللي عندكم نتوما في الدار، ولا الطاولة اللي عندنا حنايا. طاولة هو اسم يطلق على شيء اللي هو طاولة، كامل الطاولات نسميوهم طاولة، صح. نروح الآن إلى لو نون بروبر. لو نون بروبر هو اسم شخص خاص به. نكون أنا قاعدة مع صاحبتي نقولها سمعتي بلي هذيك مريم شتي واش صرا لها، شفتي واش صرا لها مريم هذيك، كان يقول مريم، راني نقصد هذيك مريم اللي راهي في بالي أنا واللي راهي هي حتعرفها. إذا هذا اسم خاص بهذاك الإنسان، بهذاك الشخص. صح بالك كاين بزاف مريم، مي بصح وانا راني نهضر معاها راني نقصد مريم وحده، ولو كان نزيد نعطي لها لقبها اذا تاعها هذاك الاسم تاعها. ماشي كاين بزاف اللي عندهم نفس الاسم ونفس اللقب، لا لا، اسم خاص بها تاعها وحدها، صح. نقولوا بلد الجزائر هو بلد غني بالثروات الطبيعيه. مثلا الجزائر، الجزائر اسم تاعو جزائر واسمها الجزائر، ما كاش بزاف الجزائر، كاين وحده برك، فهمتوا القصد. والاسم لو نون بروبر ما يكونش مصحوب انديتيرمينون، معناتها ما يكونش مصحوب بلو ولا لا ولا دي ولا ان ولا اون ولا لي، ما يكونش مصحوب، ويبدا دائما بون ماجيسكول. اون ماجيسكول مثلا كيما هنا كتبت لكم ماسيني ساب اون ماجيسكول، تفهمنا. اذا امثله على لو نون بروبر كاين مثلا باري، الجيري، المهم تقدروا تقولوا تانيك ياسمين الى اخره. المهم هذا هو لو نون بروبر. ان شاء الله تكون لحقتكم المعلومه. الا ما فهمتوهاش بعد هذا الشرح نروح ندير لكم درس، مانيش موجوده الدرس على داك شرحته لكم شفهيا. هاي نوليو للموضوع تاعنا. نون سينغولي قلنا ليكول، نون بلوريال يعني في الجمع لي فونيتر، نون بروبر وشنو ماسينيسا. ماسينيسا هو اسم تاع هذا ماسينيسا اللي راهو يهضر. نون كومان لا بوست، وعلاش قلنا لا بوست؟ البريد، البريد نورمالمون يقولوا له بالعربيه البريد. المهم لا بوست هادي، لا بوست اللي عندي حنايا في وين راني نسكن انايا نقولوا لها اون بوست. لا بوست اللي جايه مثلا في بن عكنون مثلا ولا في دالي ابراهيم نقولوا لها اون بوست. تانيك كامل اسم يشتركوا في اسم واحد اللي هو لا بوست، كامل نقول لهم لا بوست. اذا لا بوست هذا الاسم، هذا لا بوست راهو يطلق على كامل لي بوست اللي كاينو. شا كنت لاحظوا كذلك راهو يبدا بان ديتيرمينون اللي هو لا. خلاص نروحوا اون كولور مارون. نروحوا الان الى مارون يعني بني، جبدناها كذلك من النص. ثلاثة كومبليت بار،
à la boulangerie, au stade, à la bibliothèque, au restaurant, au marché, à la pharmacie. Idan, kmelou tmelou l'jumel. On lit des livres. On lit des livres, maintenant, nqraou l'koutoub. Oui, nqraou l'koutoub. نقراوهم في البولانجيري نروحو عند البولانجي اللي يبيع الخبز ونقعدو نقراو عندو الكتب لا لا او ستاد نقراوهم في ستاد يروحو هما يلعبو في البالون والحس والعياط وحنا نقراو كتاب لا لا على بيبليوتيك نقراوهم في المكتبه نعم نقراو الكتب في المكتبه اذا اون لي دي ليفر على بيبليوتيك اون اشيت دي ميديكامون À la boulangerie, où il y a des doigts, les médicaments, il y a des doigts, là, là. Au stade, là, là, kadalik, hadi dabnaha. Au restaurant, il y a des doigts, là, le restaurant. Il y a des doigts, là, là. Au marché, le marché, il y a des doigts, là, là. Là, là. À la pharmacie, non. À la pharmacie, il y a des doigts, fils, ça y est, d'aller, il y a une pharmacie, il y a des doigts, ça y est, on va y aller, ça y est. إذا نشتيبها في الصيدلية الصيدلية إذا ولا بيبليوتيك هي وشنو المكتبة On achète du pain يعني نشريو le pain Le pain وشنو هو الخبز À la boulangerie نشريوها في المخبزة يقولوا لها هكذا نعمل المخبزة Ça, à la boulangerie. On joue au ballon, n'lebo fi bel koura, yani le ballon, au stade. Oui, n'lebo bel koura fi le stade, yani fi el mel'ab. On mange, n'aklo, yani n'aklo, n'tacha ou l'anfitro, oui, n'aklo, au restaurant. Restaurant, yani el mat'am. On achète des légumes. نشريو لي ليغوم لي ليغوم شنو هي هي الخضر اي دي فروي الفواكه وين نشريوهم او مارشي يعني السوق نشريوهم في السوق عفوا نشريوهم وين نشريوهم في السوق نشريوهم في السوق هكذا نروح الان اكري او فيمينا كاين لو ماسكولين اللي هو المذكر كاين لو فيمينا اللي هو المؤنث اذا اكري او فيمينا ان فوازان لو فيمينا تاعو اون فوازين لو باتيسيير لو فيمينا تاعو لا باتيسيير لو كوافور لو فيمينا تاعو لا كوافوز Complète par ton, yani tag, son, yani tao, ma, yani tai. Je cherche ma gomme, yani nhous, ala la gomme tai. Tu ramasses, je, yani ana, yani nhous, idan kuluma. Tu ramasses nta lak tam, ton livre, kitab tag. Il prend, yani huwara hu yirfit, son stylo, siyala tao. Complète avec le verbe être. Je suis dans la classe rani fil qism. Nous sommes dans la classe rana fil qism. Ils sont au pluriel amzadul s idan ils sont dans la classe rahum fil qism. نروحو الان مباشره الى الوضعيه الادماجيه. Observe le plan d'un quartier puis écris où se trouve la maison. قالك لاحظ le plan يعني المخطط normalement تاع le quartier يعني تاع الحي هذا حنوري لكم الصوره puis écrit après اكتب ومن بعد اكتب où se trouve la maison وين موجود المنزل utilise les expressions استعمل هاد لي زيكسبرسيون هادوما الكلمات والجمل الصغيره هادوما العبارات loin de قريب على pas loin de ماشي قريب على à côté de بالقرب من بجانب ولا بجانب en face مقابل dans في اذا هاو ليك لو بلان إذن هذا هو لو بلان سنزوم لكم عليه باش تشوفوه مليح فوالا واش كاين هنا ان كوميساريا دو بوليس معناتها مركز الشرطه
ان باركينغ راكو تشوفو السيارات، يعني وين يقاري الطونوبيلات. هنا باقي لحدا هو المنزل لا ميزون تاعو. هنا اون ايكول مدرسه، اون بيتزيريا معناتها وين يبيعو الاكل لي بيتزا اي تو، اني بامبل معناتها كيش يقولوا له باتيما. وهنا لا رو دو جاسمين، هادي طريق واسمها يعني كلي طريق واسمها لا رو دو جاسمين، هكا واسمها. الان واش قالوا؟ هم حنا ساعدوكم، قال لكم ما ميزون سو تروف لا رو دو، تقولوا شنو ومن بعد ان باركينغ ان ايموبل اي اون ليكول. هاي نروحو نشوف كيفاش نديروها. La maison, tu peux aller à la maison. La maison se trouve dans la rue du Jasmin. La rue du Jasmin, il y a Haïlik. À côté d'un parking, il y a un parking. Ou là, d'un parking. Le parking, il y a le parking. En face d'un immeuble, il y a un immeuble. Et d'une pizzeria. Ou en face de la pizzeria, on peut parler comme ça. Pas loin de l'école, mais je suis loin de l'école. هذه هي الوضعية الإدماجية. وأخيرا هذه هي قالك رولي لو تكست، عاود قرا لو تكست بي كولوري لا ميزون دو ماسينيسا، ولون المنزل تاع ماسينيسا. هيا نروحو. Bonjour, je m'appelle Massinissa, j'habite dans une petite maison dans un quartier très propre. La façade de ma maison est violette. La façade normalement l'ouedjiha, normalement hadi bork. Ça fait hadi lala, n'hiwa hadi mandirouhesh benefsadjiya. Qalou, la façade, yani l'ouedjiha. Wushnou hiya l'ouedjiha, hiya hadi, normalement haka. Les fenêtres sont bleues, yani twaqi zrouqa, ham twaqi, taqa. Hadi kadalik taqa sghira, wushloun tahom azraq. La porte est marron. La porte, yani le bab, bounia, haïlik. La cheminée est rouge. Hay la cheminée, le kotkom, yخرج منها الفوار. يخرج منها البخار, هذاك تاع الطياب الى اخره. La cheminée, واش قالوا؟ La cheminée rouge, yani حمراء. Et le toit est vert. Le toit, معناتها السقف اخضر. هاو السقف اخضر. Ma maison se trouve près de la poste, pas loin de l'école. راكلو بنتوها. عليها نقطة وحدة. Bon, هذه سهلة. Normalement, تعرفوها. الحاجه برك تقدروا تغلطوا فيها هي لا فاساد. هذا ما كان سينو، الباقي كامل سهل. اذا هذا هو الموضوع تاعنا، نتمنى تكونوا فهمتوه. كاش حاجه ما فهمتوهاش قولوا لي بالتعليقات باذن الله، الا نقدر نجاوبكم عليها ونعاود نفهمها لكم. مع السلامه وبالتوفيق ان شاء الله.